القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. مثل هذه الرسالة هي الوسيلة الوحيدة التي يتواصل فيها الأسير محمود عيسى مع العائلة في بلدة عناتا، فرغم مرور 5 شهور على خروجه من العزل الذي قضى فيه 12 عاما، تصر إدارة السجون على حرمان الأهل من رؤيته برفض كل تصاريح الزيارة المقدمة. أخرجت محمود من العزل، ولكن حاولت في البداية وضعه في سجن هدريم، وجميعنا نعرف أنه سجن هدريم هو عزل مفتوح، يعني عزل أكبر وأوسع من العزل الانفرادي. بعدها أخرجته من بعد خروجه يعني فترة من العزل ووضعه في سجن هدريم بدون أسباب، بدون معرفة ليش. من شهر 5 لغاية الآن وإحنا نحاول نقدم على تصريح نراسل مؤسسات حقوق الإنسان. راجعنا الصليب الأحمر كان إنه في رفض للوالدة عمرها 75 سنة، لثلاث إخوة وخمس خوات، جميعنا 9 تصاريح تقدمت، جميعنا مرفوضين إنه نزور. لا يغادر الأمل والتفاؤل بالإفراج عن محمود فؤاد الوالدة التي جاوزت 70 عاما، 70 عاما ويزيد لم تشفع لها بالسماح لها برؤية ابنها، وهي لا تملك سوى الدعاء بالحرية لمحمود وكافة إخوانه في السجون. قعدت 12 سنة في العزل، رحت مرة واحدة بيجي نص ساعة، وفيش نص ساعة، الساعة تقعدنا لكل شيء في حالك يا أمه، كان الحمد لله. سلمتين ولا جندة جايبة كل يوم، كلا الساعة ما وصلتش حرام، لو كل معها نص ساعة، انتهت نص الساعة، خلاص هالشي. خاب ظن العائلة من قبل بعودة محمود بعد التعنت الإسرائيلي خلال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، لكنها تأمل أن يكون مشمولا ضمن 112 أسيرة ممن اعتقلوا قبل أوسلو، تحاول جهات عدة الضغط للإفراج عنهم. ما يتجاهلوا قضية الأسرى ما قبل أوسلو، ما يتنازوا عن أي اسم منهم، هدول يعتبروهم كباكج، يعني كقائمة واحدة، 112 أسير بخرجوا 112 أسير، وهذا حق من حقوقهم. يعني أنه يعني نسمع أنه في تجاوب مع 85 اسم، مع بغض النظر عن أي أسماء، لو بده يضل في الآخر اسم أو اسمين، يعني مش المفروض أن السلطة الفلسطينية تتنازع عن أي اسم من هاي الأسماء. ويقضي محمود المعتقل منذ 93 حكما بالسجن ب3 مؤبدات و46 عاما، وقضى منها 15 عاما في زنازين العزل الانفرادي. والله زلنا 70، ونقول يا ربي يفرجها عليه وهونها عليه وحل أسره يطول عمره، يطلق صراحة وحن على شبابه، هو كل اللي في سجونه يا ربي روحوا سالمين غانمين بجاه رب العالمين. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.